القشرة الأرضية. العلماء علشان يعملوا صور لقاع المحيط والقشرة الأرضية بيستخدموا مسدسات هوائية تقوم تتحرك الموجات الصوتية لحد ما توصل للقشرة الأرضية اللي في المحيطات، وبعدين ترد مرة تانية للأجهزة. مؤخرا بقى وبالصدفة إن صوت الحوت الزعنفي والأصوات والأغاني اللي بيعملها علشان يتواصل مع أفراد أسرته، قوتها بتخليها تضرب في المية وتوصل للقاع وما بعده بمسافة 2.5% كيلومتر. واكتشفوا إن هم ممكن يستخدموا الأجهزة في استقبال تردد صوته بدل المسدسات الهوائية، ويرسموا صور وخرائط لقاع المحيط والقشرة الأرضية. والحوت ده صوته قوي وكمان ممكن تسمعه على بعد 1000 كيلومتر. فالقصة مش بس في حجم الحوت، الموجات الصوتية بتسافر في المية 4 أضعاف من حركة سرعتها في الهواء، وبتوصل ل 340 كيلومتر في الثانية و 1500 متر في الثانية في المية. 69% من مياه العذبة اللي موجودة على وجه الأرض متجمدة. المياه العذبة اللي نقدر نحط ايدينا عليها في الأنهار حتى المياه الجوفية بتمثل 31% فقط من المياه العذبة اللي موجودة على وجه الأرض، في الوقت اللي فيه المياه بتغطي 71%، إلا أن أغلبها للأسف مياه ملحة. المحيطات بتحتوي على 96.5% من كل المياه اللي موجودة على سطح الأرض، يعني كل المياه العذبة اللي موجودة على وجه الأرض 3.5% فقط. 3.5% دول بقى على بعضهم 96% منهم متخزنين في الأنهار والأغطية الجليدية في العالم، واللي أغلبهم موجود في القارة القطبية الجنوبية وفي جرينلاند. وبأن كل المياه العذبة المستخدمة على الأرض بتمثل 31% واللي هم التلت تقريبا، فده معناه أن المياه العذبة اللي بنشوفها على وجه الأرض بتمثل 1% فقط من المياه الموجودة على سطح الأرض. ممكن تفتكر أن صاحب أسرع لكمة في العالم هو ملاكم محترف أو حيوان عملاق، لكن في الحقيقة اللكمة الأسرع على الإطلاق صاحبها واحد من القشريات، الجمبري مانتس. طوله ما بيعديش 20 سنتيمتر ووزنه كله 90 جرام، بس قوة لكمته بتوصل ل 15,000 نيوتن، يعني 2500 مرة من وزنه. السرعة بقى حكاية تانية خالص. سرعة لكمة جمبري المانتس تعادل سرعة طلقة من سلاح ناري عيار 22، ولما بتكون جوه المية من كتر سرعتها بتخلق منطقة من الضغط المنخفض وبتكون حواليها فقاعة من الهواء. الفقاعة دي بتنفجر من اللكمة وبتعمل حواليها موجة صدمية بتنتج طاقة على صورة ضوء وحرارة، واكيد اللي خد الضربة دي تحس ان هو اتضرب مرتين وبينور كمان.